في الحقيقة أن لا يمكن التعجب في هذا الإجماع، لأن المغاربة كلهم على قبل واحد عندما يتعلق الأمر بالوحدة الترابية، وبالتالي لن تجد أي صوت نشاز في هذا الموضوع. بالنسبة لحزب الوصل الاجتماعي، هو دائما شعاراته الوحدة الترابية لا تقبل المزايدات أو المساومة، وبالتالي عندما رأينا الخطوة التي قام بها قيد سعيد نددنا بها واعتبرناها استفزازا وإعلانا عن التموقف. الحقيقة عندما نتابع مسيرة قيد سعيد لأنه ظهر على الساحة السياسية في تونس، تبين لنا أنه يبتعد أكثر عن المغرب، مع العلم أنه عندما تسلم مقاليد الأمور كان عليه أن يطلع على ملفات ويعرف أصدقاء تونس ومن مساندين تونس، ومن ضمنهم بالدرجة الأولى المغرب. فبدل أن يتقرب إلى المغرب ويرتبط بالمغرب بدأ يبتعد وأخذ مواقف معروفة في مجلس الأمن، وتنعتبر هذه الخطوة غير مبررة. الغرض منها هو الإعلان عن انضمامه إلى أولئك الذين يريدون تقسيم المغرب. وقد تبين من خلال النقاش الدائر الآن أنه دخل في تيار دولي لتقسيم الأمة العربية والدول العربية والدول الإسلامية بصفة عامة، وننتظر خطوات أخرى وننتظر ما ستسفر عن التموقف. ولذلك المغرب كبير، صاحب جلالة وضع المعيار، معيار التعامل مع المغرب، إما أن تتعامل المغرب كوحدة ترابية وكدولة موحدة، ومن رغب في التعامل مع مغرب مقسم فليذهب إلى الجحيم. هذا هو الخطاب الأخير اللي لا نقاش فيه. فالمغرب كبير، تحتاجه تونس أكثر مما يحتاجها المغرب، بدليل أنه إحنا أصلا، أنا شخصيا والحزب شخصيا، نحن ضد الاتفاقيات تبادل الحر مع تونس أو غيرها، لأنه ليست في مصلحة المغرب، لأن المستفيد هو تونس وغيرها. أولا لا يمكن أن أتكلم عن موقف تونس في حد ذاتها كما نعرفها كدولة. اليوم عندنا تونس فيها نزاع، نزاع حول المسؤولية، نزاع حول التدبير، نزاع حول المؤسسة الشرعية، نزاع حول الرئاسة، نزاع حول الدستور، نزاع حول، يعني لا نعرف أين ستذهب تونس. وبالتالي فهذا الموقف قد يزول بزوال مبرراته، لأن وحنا لاحظنا أنه تونس بالإجماع يؤيدون الوحدة الترابية، ومع الاتحاد المغاربي ومع المواطن المغربي ومع العلاقات الوطيدة بين الشعبين. ولذلك يظهر أن قيس سعيد سيكون ربما ظاهرة ستزول. صحيح، لأنه ليس هناك سر، جميع ما تسلمه تونس من راعية البوليزاريو يظهر إلى العلن، توصل بأموال ومبالغ رسمية، توصل بالغاز، توصل بفتح الحدود من أجل الدفع بالسياحة وما إلى ذلك، وسيخرج ما سيظهر ما توصل به قيد سعيد قريبا إذا أردنا أن لا نزكي ما خرج. ولكن من المؤكد أنه المسألة مادية محضة، ومع الأسف أن المسرحية لعبت بشكل رديء، يعني رديء إلى درجة أنه
بالنسبة لنا احنا كمغاربة فيها خير، ستكون سببا في طرد المرتزقة من الاتحاد الافريقي، لان اصبح الان مشكل بين البوليزاري والاتحاد الافريقي. وسمعتوا رئيس ديال الاتحاد الافريقي يقول لك على انه هذا الشيء خصو يتحل، بمعنى انه هذه التمثيليه وهذه المسائل التلاعبات، لان وقعت ايضا في بروكسل نفس التلاعبات، ربما في المستقبل العاجل على مستوى الوحده الافريقيه سيحل هذا المشكل وستطرد البوليزارو لا محاله. نحن لن ندخر جهدا في القيام باي اجراء تستدعيه الحفاظ على وحدنا الترابية. نحن قلنا على أن الوحدة الترابية لا نقاش فيها وليست للمهاودة، ولذلك نحن سنتابع الموضوع عن كتب ونتابع عن كتب، وحال ما يطلب منا أو يظهر لنا أن هناك خطوة يمكن أن نقوم بها سنقوم بها لا محالة. الشعب التونسي أنا أطلب منه أن يبقى واقعيا ومتضامنا مع بعضه البعض، وواعيا بخطورة ما يجري في البلاد. الأمر ليس بسيطا، لا تعتبر الأمر بسيطا. هذا الرجل مجهول المصدر، ولا نعرف من أين أتى، ولا نعرف خلفيته السياسية، وربما حتى التونسيون يجهلون عنه كل شيء، ولذلك يجب أن يحتاطوا، لأن اليوم حسب الدستور الذي تمت المصادقة عليه ربما سيصطدمون بديكتاتور دون خلفية سياسية، ولذلك الأمر فيه خطورة. نتمنى للشعب التونسي أن يكون واعيا ومتضامنا وينظر إلى مصلحة بلاده واستقراره، ويتصرف كما عهدنا فيه شعب متقدم ومتشبع بروح التحرر والديمقراطية. أبدا أبدا بعيد عن المسؤولية وبعيد عن قرار رئيس دولة. رئيس دولة لا يمكنه أن يتلاعب في استقبال وينتظر وفد يدخل وينتظر وفد آخر ينزل، وما عرفنا هذا الوفد واش كان في الطيارة ولا ما كانش في الطيارة. هذه تلاعبات بسيطة. إذا كان يريد أن يسوق أو يبيع استقباله للغير أو للخصوم، كان يجب أن يقوم بسيناريو أقل، يستقبله في منزله أو يستقبله في اجتماع آخر أو شيء من هذا القبيل، قد يمر، ولكن هذه المسرحية رديئة والعالم كله يضحك.